كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي ها. اي أيوة والله انك حبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. مشكله ان تكون المشكله في داخل غرف الكنترول، ان يكون هناك من الاعداد بمكان انه لا يفقه شيء في الاعلام، انه قبل فقره والطاقم لابس الاربيز والمايك عشان يدخلون فقرتهم، نتفاجئ انه يدخل المتسابقين ويبغانا نمثل ان ندخل نطلع المتسابقين من الفقره. احنا ما نمشي على كيف احد ولا احد يفرض علينا شيء. ابو طلال بيض الله وجهه استاذ عبد الله الراجح تدخل في الوقت المناسب لايقاف هذا المعد عند حده حتى لا تكون هناك مسرحيات هزليه غير لائقه لا للمشاهد ولا لنا. هذه الفقره لها احترامها ولها وقتها ونحن نحترم جيدا الوقت، عشان كذا تاخرنا بسبب هذا التصرف اللي ما ادري شو اسميه. والغريب ان هذا المعد من الناس اللي قاعد يعطي جوال المتسابقين جوالات. يعني والله يا جماعة يعني لابد أن يكون هناك حل فعلا لمثل هذه المشاكل اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تفقد البرنامج لذته وحلاوته. الأيام الماضية في دروب كبير في البرنامج، صحيح. لابد أن نعترف بهذا الدروب، والسبب هو الجوالات اللي من أول يوم في البرنامج أنا ما تكلمت عن هذا المحور، واليوم هو افتتاحيتنا في حلقة اليوم الجوالات حتى قبل استعراض مقطع اليوم. بس في البداية خلوني أرحب بالسادة النقاد الجميلين جدا والرائعين استاذ سالم حزام، حياك الله ابو حزام. يا مرحبا وصبحك الله بالخير يا ابو عبد الله، وصباح جميل على جميع المتسابقين وعلى النقاد في البدايه وعلى المشاهدين اللي ينتظرون منا الكثير، وحنا نقول حنا مرآه المتسابقين. لقينا حدث تجلينا، اذا ما لقينا حدث حاولنا نركز على عدم وجود احداث، يعني نتعب ولكن الشكوى على الله. يعني المتسابقين احيانا ما يعطونك. الدروب اللي قال عنه ابو عبد الله صادق، وانا اعتقد ان الدروب هو غياب النجم الجماهيري الاول في كاريزما، اللي الحقيقه يعني انا اعتذر منه. يا شنار انقذ النسخه، يا شنار شنار انقذ النسخه. طيب شنار دش نشيله اليوم حزام، دش نشيله بس ان صوته مو بزين. خذها ولا مبارك، هذا والله يوفق. اقسم بالله يا سالم حزام انقص طولك. الله يرحمك. طيب حياك الله بعد. قلبه مهب. الله يحييك يا ابو عبد الله، يحيي ابو حزام، يحيي علي الغامدي اللي لا زال في الطريق حفظه الله حتى يصل. اليوم للامانه كان في يعني عندي ملاحظه كنت اتناقش انا وياك عليها، اللي على ديكور محل الشيخ فلاح. عندنا في المهديه العم سعيد الفهري ابو محمد الله يعطيه العافيه، هو والدي ووالد يعني اعتبر هو والدي الاب الروحي في الرياض. مسوي دك. ايوه نفس الدكه هذه، نفس الدكه هذه حقت المحل، يعني الواقعيه حقت فلاح. هي الدكه حتى ما يقلط فيها احد، هي دكه جيران يجون تكون فيها العصر اللي فاضي اللي يبي القهوه اللي بالليل سهله بلوت بس على الشاشه مو حلوه. يعني هو ما يستقبل فيها الا الجيران، يعني هي حقت حقين المسجد. ايه الربع. يعني بساط احمدي على بساط الفوضويه، انا وانت افضل ما ادري ايش قال من صدور المجالس. هلال. كيف جابوها هنا؟ انا احس انهم سرقوها من المهديه، رحت اتاكد اليوم هل هي في المهديه ولا اخذوها حقتهم؟ نفسها، نفس البحث، نفس البلوك، نفس نفسها، بس اللهم ما فرش، في فرشه ناقصه. غير رايق. انا اتمنى انه يشوف لا باذن الله، باذن الله تتغير ان شاء الله. فيه الوقف كذلك كان جميل، تدشين شنار